بنات، مرحبا بكم في قناة جلاندي زاد. اليوم جبت لكم موضوع طلبتوه مني بزاف بزاف بزاف، وهو احكي لنا على الراجل اللي يعاود كلش يمه، يقول كلش يمه حتى ما قعدتش خصوصية بينه وبيني. قبل ما نبدا الفيديو نسيت تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، حطوا لايك للفيديو، تابعوني في الانستغرام اللي موجودة يوميا. شوفوا قبل ما نبدا نحكوا على الراجل اللي يعاود كاع هدرت مرته ولا الاشياء اللي صراو بينه وبين مرته، المشاكل ولا ماشي مشاكل، ما مشارها اي حاجة، يروح يحكي كلش يمه. لازم نعرفوا الراجل هذا علاش راهو يحكي ليمه. كاين اللي متعود من اللي كان صغير بزاف اتاشي ليمه، يعني صديقها، يحكي لها كل صغيرة وكبيرة عليه، يعني يتحبوا بزاف. كاين اللي يحكي لها سكارة في مرتو، هكا يحب يبيعها ولا يحب يرخصها ولا يحب يصغر من شأنها ولا يروح يقول ليمه ولا وش صار ولا وش صار. كاين اللي يروح يقول ليمه لأنه يمه تحرشوا، يعني دايما هي تحرشوا تقول احكي لي وش كاين، تحب تنبش تفهم واش كاين بينه وبين مرتو، وهو يسمع لها ويعاود لها كلش. كاين اللي هو من طبعه هكاك لا غالب يهدر بزاف، يهدر يرحي يقول اللي واش كاين يفرشو. اذا كان راجلك واحد من هذه الانواع، يعني اللي يعاود الهدره ليمه كلش، يعني شوفوا كاين اللي يعاود الهدره ليمه كيما انت تحكي ليمه كيما هو يحكي ليمه. وخاصه على بالكم باللي كاين فرق بين المراه ويمها والراجل ويمه، ماشي كيف كيف. الراجل يما كاين بزاف ديال السيجو ما يحكوش فيهم، ماشي كيما المراه ويماها، ماشي كيما الطفله ويماها، يعني عندهم بزاف لي سوجي يحكوا فيهم. الراجل ويماه لا ما كاش بزاف لي سوجي، ما كاش لي سوجي تاع النساء اللي يحكوا فيهم. دونك تصيبيه يهدر، ما حش يحكي لها البوليتيك، ما حش يحكي لها على الماتش، دونك تصيبيه يهدر هكا حياته اليوميه واش صرا، ممكن في الخدمه يحكي لها على ولادو، يحكي لها على مرتو، دونك شغل اوتوماتيكمون راهو يحكي مام بلا ما يقصد، راهو يحكي. هنا اذا حكى حاجه نورمال خليه يحكي حاجه نورمال، هذه ما هو تحب تسمع له وهو يحب يحكي لها، يحب يقصر اكسيتيرا. مي اذا حكت الحاجه للخصوصيه ولا الحاجه اللي تاذيك ولا الحاجه اللي تكشفك، هنا كيفاش تتعاملي معاه؟ اول ما قبل كل شيء، اول حل ديريه قولي له مباشره، قولي له غير تحسي ولا تسمعي ولا تفيقي ولا يقول لك باللي قلت ليما كذا وكذا، قولي له مباشره، قول له باللي انا ما نحبش واش يصرى بيناتنا تروح تقول ليماك، ماذا بيا يقعد بيناتنا، وش يصرى بيناتنا يقعد بيناتنا، خاصة الدواس. علاه؟ فهميه باللي الدواس انتي وياه راح تدوسوا حياتكم، غير راح تدوسوا بزاف، مي ترجعوا لبعضاكم، يجوز اليومين ثلاثة ايام اربع ايام السمانة تعبوا ترجعوا لبعضاكم. بصح البراني الى سمع بالدواس تاعكم راح يبقى بهذاك النظرة، فهمتي؟ الى انت شكيتي ليماك راح تبقى نظرة تاع راجلك سيئة عندها، وهو الى شكى ليماه راح تبقى النظرة تاعها عليك انت سيئة، ما قري تتصالحوا. دونك فهميه في هذه النقطة بزاف بزاف بزاف. شوفوا الرجال نوايا ماشي كامل كيما النساء، النساء حيليات، النساء يديروا حاجات الراجل ما يفهمهمش. دونك فهميه في كلش، فهميه باللي ممكن تغيب له هذا الشيء، ممكن تغيب له باللي التيكي يقعد التيكي، دونك فهميه مليح. داكا اذا كمل هدر، انت قلتي له باللي ما تهدرش وصبتيه، كمل هدر، كمل راه يحكي. هنا واش ديري؟ شديه قعدي في حجرو، شوفي تبعي مليح هذه النصيحه، قعدي في حجرو كاريسي هاك وفرحان وكذا، جبدي السوجي بالعقل وطلبي بلطف، يعني هنا الاخره كامل، هنا الاخره تاع الملاحه هكدا، باسكو هاد الجست كي ديريه راح هو يحس باللي لو كان ما كانت حاجه عندها تاثير كبير على قلبك ا سو بوين ما كنتيش درتي كاع هاد الشيء، ما كنتيش جيتي قعدتي يا سيدي لا ما كنتيش مداسراتو مع انه راجلك، تقعدي في حجره ولا وقعدي قدامه ولصقي فيه مش عارفه انا، يعني انت راجلك دبي راسك به. دونك يعني حن عليها كاريسي يقول له شوف على بالي بلي قلت لك فهمتك بصح انت مازالك تقول لها، ماذا بيا يعني نقول لك يا بيبي شو، ماذا بيا واش صاري بيناتنا يقعد بيناتنا، معليش احكي على هادي ولا هادي ولا هاديك، بصح واش صاري مشاكل بيناتنا ولا تشري لي كاش حاجه تقعد ليا شيتها ليا، علاش تروح تبرح كامل الغاشي ولا اي حاجه هكا شفتيه قالها وانت ما عجباتكش، قولي له عليها العلاقه الزوجيه تمشي وتصلح بالصراحه، صارحيه قولي له وانت تتبسمي وانت تكاريسي له في خدو باش تدخل مليح لراسو. خلاص هنا راهي دخلت لراسو. دوكا اذا شفتيه كمل كمل
عاودي قولي له بهدوء واعطي له امثله على النتائج. مثلا قول له شوف ها واش صرا كي قلت لي يماك، ها واش صرا كي رحت قلت لي يماك باللي صرا بياتنا المشكل كدا وكدا، هي جات من بعد انت رحت لاباس بيك الخدمه، هي جات عرشت لي زقات عليا ولا معنات لي، علاش تحطني في موقف محرج هكا، نقصت من قيمتي قدامها، ولا علاش قلت لها بلي شريت لي حاجه، شريت لي هادي وهادي وهادي، راهي جات قالت لي بلي معنات لي بلي راكو تخسروا في الدراهم، مثلا علاش قلت لها بلي خرجتني باصه فلانيه وكدا، قالت لي كدا معنات لي كدا هي كدا. اعطي له النتائج. ولا مامي لما قاتلكش العجوزه وما دارتلكش وما معناتلكش، قولي له تقدر تقول لي، تقدر تدير لي، تقدر تمعني لي، علاه راك تحطني في هذا الموقف يا راجلي، راني نقول لك مرارا وتكرارا هذا الشيء اذيني، دوك انت تحب ندير لك حاجه تاذيك، ما تحبش هذه حاجه تاذيني نقص منها، على بالي بلي ما تقدرش كامل ما تحكي والو ليمك، بصح الحاجات اللي تعلقوا بيا انا نقصهم، نحيني من البروغرام تاعك. فهميه بشويه وبهدوء. خلاص دوك هنا يزيدي الصبر عليه. اذا كان طبعه هو قال لك لي عنده طبيعه ما ينطبع، اذا كان هو طبعه يهدر فكريه كي تصالك اي حاجه هكايا على بالك بلي راح تاذيك لو كان يحكيها، على بالك بلي حيحكيها، فكريه قول له اسمع بالك تحكي هذه ليماك، بالك تقول هذه لاختك ولا تروح تحكيها، لا طبعا بالضحكه ماشي بالك، هكذا يفيق. اي يقول لك دارك ما تخافيش، فهمتي يفيق. وحاجه واحده اخرى نقولها لك، الصبر عليه، الراجل ماشي فراكسيون سكوند تبدله، الراجل ماشي في عام الاول يتبدل، الصبر عليه، الصبر عليه، معليش تجوزي المشاكل الاولين، الصبري وانت راكي تجاهدي وانت كي تهدري راكي تهدري، قال لك الصامت يغلب القبيح، دونك انت شاك فوا هدري 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 حتى يدير لك الحاجه اللي تحبيها. حاجة أخرى نقولها لك، مثلا إذا فات قال حكا وفات الحالة ديرونجاتك ولا جات العجوزة هدرت لك ولا عادي عادي واجهي، قال دوستو جيتي انت تحامي على وليدك، أرواح نقول لك واش داير وليدك عادي جدا، ماشي قال كي وليدك دوس سافاتيغ وليدك اللي عنده الحق وأنا ظالمة، لا لا راني أنا مظلومة، إلا كنتي مظلومة احكي لها، ماشي تحكي لها المشكل وشنو، نحكي لها وليدها واش دار هكا باش ما تزيدش خطا جايه تجيت معني لك. باغ اكزومبل قالت لك رحت وخرجت وشريت ايه بصحتنا انا ما كان، فهمتي تاع نورمال كي سمعه ولا كي سمعه نورمال، انا ما تاثرش فيا باش هكا ما تعطيهاش الفرصه انها تزيد تنبش اكثر وتزيد في بالها هي راح تجرحك كي تسمع مشاكلكم انت وياه. اخر حاجه ديريها الى تلفت اعصابك خلاص، اذا شتي محبش كامل يسقم روحه وشتي مشاكل بزاف يحكيهم يماه يعني دار لك مشاكل بهذه العقليه، هنايا تقدري تهدديه بهدوء انك كيما دير لي ندير لك، كيما راك تحكي كلش لماك انا تاني راح نحكي كلش لبابا ولا لاما، نحكي لهم هكا كل ما نتلاقى بهم نحكي لهم شنو صاري، قولي واش راكي لاباس فوالا واش دار هكذا، تحب هكذا يا سي سيغ ما تحبش بحال دونك راك ديرها لي انا تاني نديرها، هذه هي يا تحبس يا انا تاني نمشي كيما تمشي نتايا، بيان سيغ بهدوء ماشي بالمداوسه. جو كخوا كو كملنا، فوالا هذوما نصائح لي نعطيهم لك اليوم، نقول لك تهلاي في روحك ونتلاقاو المره الجايه ان شاء الله، سلام.